هو لمسلم عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الحديث قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذه جملة تعليلية للجملة السابقة. ما الجملة السابقة؟ إني أبرأ إلى الله، هذا حكم حكم به النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. ما العلة لهذا القول؟ الجملة التي بعدها فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.